إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا مستمرين في مرحلة صيانة الصيانة الدورية للتاهل 2012، طبعا هو سوبر بان، بس أنا أقول للتاهل إنه عشان كتابة العنوان بتكون أقل، اللي هو سوبر بان 12. على العموم المرحلة هذه عندنا الآن إن شاء الله اللي هو تغيير سلاك البواجي مع البواجي مع فلتر هواء، تنظيف البوابة مع حساس الهواء بعون الله، أيضا وإصلاح قربة الهواء. قربة الهواء لاحظوا كالعادة يعني دائما مفكوكة أو متكسرة، لاحظوا مسامير كلها متهالكة، فراح نسوي لها تثبيت بعون الله بمسامير ترهيم ثبتها بالكامل. لا مبدئيا وقبل كل شيء راح انا اغير البواجي، لان انا اعتبر عن نفسي البواجي لان هي اصعب شوي من تنظيف البوابه وحساس الهواء. فراح اول شيء نغير البواجي، ومنها اول شيء راح نغير البنك تول وجهه الراكب خصوصا رقم 8. بعدها راح نبدا بالاسهل. بعد ما فكينا سلاك البواجي والبواجي، هذا عندي البواجي القديمه تعتبر طيبة، وهذا عندي البواجي الجديدة، وهذا عندي الأسلاك القديمة مع العوازل، وهذا عندي الأسلاك الجديدة مع التشحيم الحين إيش أسوي؟ راح نغير العوازل على الأسلاك الجديدة، وقبل أن أغير العوازل راح نتشحم المداخل حق الأسلاك، وبعدها راح أركب العوازل، وبعدها راح نركب ان شاء الله البواجي. وهذا عندي هنا بعد التشحيم وتغيير العوازل مع الاسلاك الجديده، انا راح ان شاء الله اركب البواجي. ركبنا الاسلاك مع البواجي، ثمانية ستة أربعة، وهذا اثنين. الآن خلصنا من بنك 2، راح ننتقل إن شاء الله إلى بنك 1. هذا الأسلاك حقت البنك 1 بعد التشحيم، تركيب العوازل القديمة على أسلاك الجديدة، وهذا عندي البواجي القديمة وهذا البواجي الجديد حق البنك 1. رجعت أصور خلصنا من البواجي رقم بنك 1، هذا عندي 7 5 3 1. راح ننتقل الان ان شاء الله الى تغيير فلتر الهواء، تنظيف البوابه وحساس الهواء. فكينا قربه الهواء، هذا عندي البوابه مسمار هنا، الفيش اللي هنا، وهذا عندي برضه جاب سلة حق فلتر الهواء. هذا عندي الآن البوابة قبل التنظيف، وهذا عندي حساس الهواء قبل التنظيف. لاحظوا يفترض أن يكون الشكل هذا زي هذا، هذا اللي اتجاه المحرك، هذا اللي يستقبل الهواء من فلتر الهواء بهذا الشكل. فاللي يستقبل لاحظ كيف الغبار اللي عليه، فراح نسوي تنظيف وان شاء الله يصير نفس الاتجاه هذا بهذا الشكل. وهذا عندي فلتر الهواء او قربة الهواء، لاحظوا الفلتر جديد لكن المسامير خربانة أو بايظة زي ما يقولوا. الفلتر يعتبر جديد، لكن لاحظ هنا
هذا فائدة الفلتر، انه يمسك الغبار قبل لا يدخل على البوابة تروح على الثلاجة. ما شاء الله تبارك الله، بعون الله انه ما يحتاج اي ترهيم من المسامير. لاحظوا هذا معلق صغير سيم حق العلف، انحف شوي من حق الملابس، تحط داخل فتحة وتربط، واحد هنا واحد هنا واحد هناك في الفتحات اللي السنة حقها خربانة. هذا عندي السنة تمام، راح اسوي لها ادور لها مسمار، لكن عندي هنا الان جربت الان المسمار وما شاء الله تبارك الله يشدوا معي طبيعي. ليش؟ هذا يعوض التوسع حق القربة. بعدين لما اركب الان الفلتر الجديد راح نشوف ان شاء الله كيف يركب ويثبت معي بالملي. هذا الفلتر الجديد، بسم الله ما شاء الله، ركب الملي. والمسمار المفقود اللي عندي هنا تقدر تجيب من محلات المعدات مسامير بهذا الشكل، هذا حقت اللي يخرم والاخرام، وفي اشكال اهم شيء تكون سنه خشنه ما هو سنه ناعمه، وتركب هذا المسمار 10 مع الورده راح نركب. تم تركيب المسمار وما شاء الله تبارك الله، والله ما يحتاج منك لا عنف ولا شيء، مجرد ما تشد شد العادي ويوقف معاك خلاص وقف. فلان ما شاء الله تبارك الله عندي القربه هنا ما شاء الله تبارك الله، هز ما تهز لو تخلعها خلع، كل شيء لان تمام. الحين راح نكمل التنظيف حق حساس الهواء والبوابه ونركب بعون الله. ما شاء الله تبارك الله، هذه البوابه بعد التنظيف. وهذا عندي حساس الهواء، لاحظ الآن كل الحالات نفس بعض، هذا اتجاه الفلتر وهذا اتجاه البوابة، هذا بعد التنظيف منظف الكترونيات. ركبنا البوابة الفيش حق البوابة، ركبنا قربة الهواء، ركبنا الفيش حق حساس الهواء، شدينا القفيز، ركبنا الهوز أو مثبت الهوز حق الموية اللي في القربة، شدينا القفيز اللي هنا، ركبنا الهوز حق التبخير. الآن كده خلصنا من البوابة أو قربة الهواء، وحررنا ركب القطع المحرك ونسوي برمجة للبوابة. ركبنا الحين ندخل على الجهاز، نروح على كنترول المحرك، نروح على ضبط الوظائف، وعندي هنا اللي هو الخيار ما قبل الخير اللي هو اللرن ريست حق الدعسة. اوكي، عندي هنا ريست اسفل وعندي هنا فوق، لحظة لو ضغطنا على كلمة ريست يجينا فوق هنا كلمة ريست، يعني الآن خلاص تمت البرمجة.
ايضا عندي هنا حق حساسات الشكمان بعد ما اسوي لها تصفيه، اسوي لها اعاده ضبط. اوكي، نفس البوابه لست لكن تم تبرمجه. في عندي حق الفلتريم اللي هو حق تصفيه البنزين، اسويها لكن لازم بشرط يكون السياره شغاله. شغل السياره الان بعد ما اسوي برمجه البوابه وحساسات الشكمان، الان راح ندخل على الفلتريم. وعندي هنا اللي هو ريست الان تبي تبرمجه. الفلتريم ما تسوي لها برمجه الا بعد ما تكون السياره شغاله. كده خلصنا الان من البرمجه، وبما ان احنا دخلنا الان بالجهاز ندخل برضه على كنترول الجير ونسوي برمجه مره واحده، مع انه ما يحتاج، لكن هذا عندي الان البرمجه الاولى ريست. طبعا من 15 فوق ما يتبرمج الا على حراره من 70 اعتقد او 73 الى 95، اقل من كذا ما راح يبرمج. لكن ال 14 وما قبل اللي ما في بلف حراره يتبرمج على اي حراره. طبعا الكود البي 0214 حقها اللي هو الايرباجات، بنشيك الان على السلك اللي هنا، هذا حق خاص له الايرباجات، ممكن يكون راكب على الضفيره، ممكن الضفيره متقطعه، فبنشوف الان السبب. وممكن الفيش البن حقه في مشكلة. طبعا انا فكيت الفيش ورجعت مرة ثانية وامسح الكود. اذا رجع مرة ثانية لازم نفك الكرسي ويتراجع الضفيرة بالكامل، ممكن يكون في شورت في الضفيرة اللي تحت او راكبة تحت التهوية اللي هنا، ممكن يكون في مسمار زي ما صار معي في الاكسس 2015 اللي جاني بغى يخسر 15000، وفي الاخير اتضح انه في مسمار ضغط على احد الضفيرة سوى التماس. إذا كل شيء سليم معناته يمكن يكون كنترول الكرسي حق الراكب اللي تحت الكرسي، لأنه السيارة عليها تنجيد أرضي فأتوقع فيه مشكلة في فك التركيب. الحين إن شاء الله ما قبل النهاية راح نفتح الدرج حق المعاون اللي هنا، راح نفتح مدخل التهوية حق المكيف حق المكيف ونركب فلتر. الفلتر هذا حق سيارات الكوريلا من 2001 الى 2007، يركب بنفس المقاس. طبعا هذه الموديلات للاسف اغلب السيارات تضع الفلتر ما قبل المروحه، عشان بيكون الفلتر يمنع الهواء الخارجي اللي جاي بالغبار قبل وصوله للثلاجه، وبنفس الوقت ما يقيد او ما يقيد دفع الهواء. لكن من 2007 الى 14 للاسف انا ما ادري ايش التفكير، بدل ما يحطون الفلتر قبل المروحة حطوه في النص، فصار المروحة عندي هنا والفلتر عندي هنا. إذا ركبت فلتر راح تخسر من قوة الدفع ممكن مرة درجتين، فصير بدل ما كانت تشتغل معك الهواء على طبيعي على درجة واحدة راح تضطر على ثنتين. ليش؟ لأن المروحة الفلتر وضع بعد المروحة، والمفروض إنه الفلتر يكون قبل المروحة عشان المروحة تسحب الهواء نقي وبنفس الوقت الثلاجة ما تخسر دفع الهواء. لكن للاسف لكن من 2015 حل المشكله وصارت زي اي غلب السيارات اليابانيه والكوريه. فالحين راح نفتح الدرج، وعندي هنا فيه زي اللسان تضغطه هذا اللسان تضغطه الاعلى بهذا الشكل وتفتح. فتح الان عندي هذا الدرج، ولاحظ عندي الان هنا هذا الان التهوي عندي الان التهوية الخارجية مقفلة. في الأمريكي نظام سيفتي أن إذا طفيت السيارة يفتح تلقائي، فأحيانا تضطر أنه تنسى عنه ويكون معرض للغبار الخارجي، أو أحيانا تطفي السيارة ويكون البوابة مفتوحة فتعرض للهواء الخارجي والأوساخ لأنه ما في فلتر. لاحظوا الآن البوابة هذا الحين تقفل الهواء الداخلي وتستقبل الهواء الخارجي. الان الشباب قفلها وراح نكسر الشبكه هذا المدخل اللي هنا عشان ندخل له الفلتر، لكن بشرط الفلتر ما يركب الا بعد ما تقفل التهويه الخارجيه وتفصل الفيش اللي عندي هنا عشان ما تشتغل تلقائي. لكن بصراحه يكون في سلبيه انه ما عاد في تحكم في الهواء الخارجي، خصوصا لما مثلا تبغى المكيف طافي وتبغى مثلا جو بارد تبغى الهواء الخارجي بعد التقفيله
ما راح يفيدك الا ترجع الفلتر تسحبه وتركب الفيش. لكن احنا في الجوانب الحاره في الجنوب ما عندنا تهويه خارجيه ولا في جو بارد، احنا نضطر للمكيف خاصه 24 ساعه. فراح الان نفصل الفيش اللي عندي هنا بعد ما قفلنا التهويه الخارجيه وراح نركب الفلتر. طبعا سوينا فتحه ولا تقص الفتحه والمروحه شغاله عشان لو طاح شيء ما تسحب الثلاجه. فالان قصينا هذا الان المدخل اللي راح نركب ان شاء الله الفلتر. وهذا الفلتر طبعا فيه ممكن فلاتر تجي بالملي، لكن انا اشوف ممكن هذا الفلتر حق الكوريلا الحجم يناسب المقر. الحين راح نركب ان شاء الله. بصراحه هو ركب ويركب بالملي لو كان فيه المقاس اقل، لكن للاسف انا ما اعتقد انه حق الاذى. انا قلت له حق الكوريلا 2007 من 2001 الى 2007 وما ادري هو نفس ولا، لان للاسف احنا ركبناه اول وكان بالملي، هذا احس انه فيه شويه زياده كبر، فعشان كذا يركب معي الا بالضغط، فعشان كذا بكلم بهذا الشكل. لكن على العموم الان لو يركب فلتر اقل مقاس من هذا بشيء بسيط، لو 1 ملي او 2 ملي راح يركب معاه طبيعي جدا وبنفس المقاس. وهذا ما شاء الله تبارك الله الان يقدر يغير الفلتر وينظف الفلتر لو حصل بمقاس افضل من هذا. يعني يقدر الان يشيل الفلتر هذا يروح عند مقاس حق قطع الغيار ويعطونه مقاس اصغر منه ويركب بنفسه ويصير يصين كل 10,000 او كل تغير الزيت ينظف الفلتر وبعون الله يحمي الثلاجه. العموم الان جهزنا البجره حق الفلتر، يبقى الان بس في اختيار فلتر افضل من كذا وبعون الله يكون امور طيبه. فصلنا الفيش حقت البوابه ويقدر يرجعها لو حب باي وقت، هذا الشيء يرجع له. العموم الان البوابه ما عاد تشتغل تلقائيا نهائيا. طفي السياره الان لاحظ هنا اقفل ما تعمل، اشغل طفي خلاص مفصوله. الان عندي مكيف، هذا مكيف دقه واحده سواء شغلته ولا ما شغلته البوابة. ما شاء الله تبارك الله.